لعب فيس عم تجاوبه. ناخذ كاب بن عياده باغ اكزومبل، صار عليه جدل كبير، واول ما جاء هو باغي يلعب وعنده سنه اخر ماتش من اللي يلعب. واول نذكر اول مره تلاقيت انا وياه ما نعرفوش من قبل، قلت له بن عياده انت جيت عندك سنه ما لعبتش، خاصنا برنامج تكون عندك ثقه فيا نمشيو فيه، واول ما نحس اللي انت قادر باش تلعب راك تبدا باش دقائق صغيره وتنجم تكون الدقائق هذيك حاسمه. وراو في مخيلة أي مدرب ولا أي جمهور ولا أي إداري هي ديما الفينيش. أنا نتصور وقت كان باش نمشيو بالبرنامج هذا باش تكون أنت في المراحل الأخيرة نتاع البطولة، راك أنت الحسم مش تجيبه. قال لي أوكي أنا معاك، وهذاك علاش هو كل مرة يوني ماركي معناها نحس إحساس دوبل، خاطر نحس اللي فرحان اللي هو اللي يرجع العمل والعمل صحيت اللي هذا حاجة من الحاجات معناها. هذا هو احنا خدمنا اطار فني متكامل. الكوتش جو من اول ما جيت عطى فيا الثقه، اسمعني خاطر صعيب باش تجيب انت طريقه عمل نتاعك مع طريقه المانيه مع ستاف جنوب افريقي. كانت ما خسرناش وقت، فيسا ما اقتنعوا بالعمل نتاعي من ناحيه البرمجه من ناحيه هيكله التمارين، والحمد لله نتائج كانت موجوده. هو يعني المجيء ديالك ما كانش اختيار ديال المدرب، يعني انت جيتي التحقتي بالطاقم، يعني واش ما كانش زعما مشكله ان زيمباور في عدم ثقه او لا في تحفظ على المجيء ديالك للفريق الرجاء؟ هو زيمباور طلب باش يكون فما تغيير في الاطار الفني، والرئيس والاداره رشحوني انا، هما رشحوني ثلاث مرات، المره الاولى ما نجحش المفاوضات، المره الثانيه ما نجحش المفاوضات، المره الثالثه اصر الرئيس اصرارا باش نكون موجود، والحمد لله وفقنا. والكوتش من اول ما حكينا من نهار الاولاني قلت له هذه رؤيتي، هذه طريقه العمل نتاعي احترافيه وهو احترافي، دونك ما فماش علاش كان التفاهم من اول يوم. سي عبد الله كانت التجربه الاولى كنعرفوا مع المكتب السابق، لربما الكل كان كيتمنى انها تكون افضل من هذه، ولكن النتائج ما كانتش في المستوى. اليوم ازدواجيه، كيفاش عشتيها وشنو كتمثل لك هذه الازدواجيه؟ شكرا على الاستضافة وكجميع الرجويين. كنظن بأن هذا العام كان عام استثنائي، اقتبس الكلمة اللي قال سي بولكسوت، وأن كانت عندنا واحد مجموعة ديال ولاد الناس، مجموعة لا من الأخلاق لا من التفاني في العمل في التدريب، كانت الجدية. عندنا طاقم تقني قيادة جو زيمباور اللي بطريقة اللي هي احترافية، لدرجة كما قلت وليت مغرم بالحصص ديال التدريب، كتلقاني دائما كنتفرج معنا عمر بن وانيس. انا كنقول كنسمي الاخ الاكبر ديال اللاعبين، لان باش يكون معد بدني انا زعما صراحه في واحد المستوى اللي هو عالي، شناه مع المكتب ديال كان مع الشابي، كان مكسب لنا كرجاويين ان بن وانيس يرجع، وكان زعما صراحه الرغبه ديال زيمباور انه يغير المعد البدني، لان كانت بعض المشاكل البدنيه عند بعض اللاعبين ماشي الكل. فمني جا التاقلم ديال عمر مع اللاعبين عطى واحد الاضافه اللي هي ايجابيه، ما كنرميش عليه الورد، ولكن انا كنسميه معد بدني وكوتش مونطال، عنده ادوار ونعرف علاش كنقولها وعارف علاش كنقولها على عمر. رياض بن عياد كنت اول واحد تواصل مع الاب ديالو والاخ ديالو، والاب ديالو تواصل معايا بعد مباراه نهائيه، باقي ما توصلش معايا تواصل معايا.